بالنسبة لديربي كازابلانكا، الديربي الذي كنا نتمنى أن يلعب كما اعتدنا في مدينة الدار البيضاء، لأن ستاد دونور اعتدنا في أجواء نعم رائعة وأجواء خيالية وأجواء صراحة جد رائعة، ولكن الآن سيلعب الديربي في مراكش وقد يلعب بدون جمهور. على العموم ما يهمنا هو أن تسود الروح الرياضية بين الجماهير الرجاوية، جماهير الرجاء العالمي وجماهير وداد الأمة بحال الرجاء بحال الوداد. وهذا القميص أنا وأعوذ بالله من قولة أنا أول مشجع مغربي يرتدي هذا القميص تقريبا لمدة 6 أشهر. إذن وإن شاء الله أريد أن أرتدي هذا القميص طيلة حياتي، ورسالة لجميع الجماهير أن ترتدي هذا القميص، لأن بحال الرجاء بحال الوداد لا للشغب، ونتمنى الديربي يكون بالجمهور، وفي حالة كان الويكلو على العموم سنكون محايدين، ومن سيلعب كرة جميلة نتمنى له الانتصار. وأقولها أقول للجماهير الرجاوية الرجاء الفراجة والرجاء دقة دقة والرجاء العالمي والرجاء عنده جمهور عالمي كيف لا، وعند وأن أغنية في بلادي ظلموني دعا صيتها إلى العالمية كيف لا، أغنية في بلادي ظلموني يغنيها العالم العربي، يغنيها تغنيها حتى الدول في أوروبا، وفي بلادي ظلموني بعض المغنين الكبار قاموا بصياغتها على طريقتهم. إذن الرجاء عنده جمهور عالمي. في الجهة المقابلة جمهور وداد الأمة، ملوك البوج، ملوك المدرجات، الوينيرز، هذه العبارة الوينيرز، جمهور الوداد صراحة عنده صفة خاصة. ما هي صفة جمهور الوداد؟ هو أنه جمهور حضاري بنسبة كبيرة، هذه الصفة في جمهور الوداد. وجمهور الوداد أيضا كما قال جواد بادة يعني ملوك المدرجات، هو جمهور الوداد، وتحية لجمهور الرجاء وجمهور الوداد. وهذه كرة رجاوية يا جار لبن حليب رحيمي، يلا رحيمي يلا رحيمي يلا 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 جول بلاتي بلاتي في بلادي ظلموني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.